وليس أيضا من المنصف أو المنطقي بمكان مقارنة الجيش الصيني بالتايواني الجيش الثالث في مواجهة 22. لن تكون هناك مواجهة ربما. في حال تطورت الأوضاع إلى صراع لن تدخل الولايات المتحدة فيه بشكل مباشر بحسب تأكيدات بايدن قبل أشهر تحديدا في مايو، وسيقتضي الدعم على بالإمدادات، لكن لا مانع من استعراض القوة صينيا حتى مع حقيقة خسارتها المؤكدة والمنطقية في حرب المحيطات إذا كان الخصم أمريكا تحديدا. عادت بكين إلى الواجهة استعراضها بقاتل حاملات الطائرات الأمريكية، تسمية الصين لصاروخها المتطور DF-17 والفرصة مواتية لاستعراض مجال التفوق الصيني عالميا بلا منازع، ولا يمكن لواشنطن أن تتجاهله، خاصة مع توجيه بكين صواريخها باتجاه المدمرات الأمريكية قبيل زيارة بيلوسي. وبحسب صحيفة ميليتري ووتش الأمريكية، DF-17 يجعل الترسانات الصاروخية الغربية عديمة الفائدة، خاصة إذا ما قورن بصواريخ الصين بعيدة المدى. فبماذا يتفوق؟ شبكة الجيل السادس والذكاء الاصطناعي، إلى جانب أنه فرد صوتي هايبرسونيك. لتبسيط الموضوع أكثر، لا ترصده الرادارات ولا الدفاعات الجوية. إذن التكنولوجيا الصين، تكنولوجيا التنين، تخبئ الكثير. يمكن للصين خسارة حرب برمائية أمام القدرات الأمريكية، لكن أفضلية التقنية وتطورها بالهجمات السبرانية حاسمة أيضا، إلا في حال تغير المعطيات على الأرض، أقصد في البحر. بيير غانم. يستعد الأمريكيون منذ سنوات طويلة مع تايوان للسيناريو الصيني. يبدأ هذا السيناريو بإطلاق البحرية الصينية بعض الصواريخ في المياه الدولية وتنتهي المسألة هناك، أو يقومون بمناورات بحرية طويلة المدى وتصل إلى شهر مثلا أو إلى شهرين، وهذا سيزعج كثيرا حركة الطيران المدني والحركة العامة. لكن السيناريو الأخطر هو أن تفرض الصين حصارا على تايوان. العسكريون الأمريكيون طلبوا من التايوانيين منذ فترة طويلة أن يغيروا من استراتيجياتهم العسكرية، وأعطوهم معدات مختلفة تستطيع أن تواجه الحصار البحري الصيني. هذا أخطر سيناريو، ولكن يبقى على التايوانيين أن يدافعوا عن أنفسهم.